تعرفوا إنه نحن من جسد معمولين، وكل شيء ببين على الإنسان من برا، إذا عصب ببين، إذا انبسط ببين، إذا زعل ببين. الجسم بيعبر عن عواطفنا، وعواطفنا على أي أساس بتعبر عن حالة؟ على أساس شو في بفكرنا. يعني نحن منفكر بشيء بده جسمنا يعمل ردة فعل على هذا الشيء. يعني أنا بس فكر مثلا، تنعتبر بكلمة أمي، كلمة أمي بدها تجيب لي إحساس على قلبي غريب، يمكن حلو يمكن لا، وليش يمكن حلو يمكن لا، كل واحد هو بيعرف، لأنه بفكره في أمه، وبدها تجي على فكره إذا أمه منيحة أو مش منيحة، بفكره في بيه إذا منيح أو مش منيح. كل شغلة بفكر فيها جسمي بده يعبر عنها. بيجي لحدك بقول لك اسم شخص، بيطلع هذا الشخص هو إنسان كتير أنت بتحبه مات من سنين، ما فيك تدل عادي، حتى لو جربت ما فيك تدل عادي، لأنه راسك بلحظة بيجمع كل الأفكار حول هذا الإنسان وبده يعمل ردة فعل. مرات كتير إذا ما عمل ردة فعل بلحظتها بيعملها مؤخرة، أو ممكن تنزل دمعتك، أو ممكن يدمع عيونك بدون ما تنزل، لأنه في عاطفتك مرتبطة بفكرك يلي عم يشتغل. بس هذا الشيء يلي عم خبركم إياه هو ارتباط دايم، يعني مش إنه بلحظة أنت انتبهت أو ما انتبهت عحالك، أنت وعم بتفكر راسك كل الوقت عم بفكر، وعواطفك عم بترجمه شو عم بفكر راسك. أوكي؟ خليكن معي لأنه يمكن شوي تضيعوا، بس ما تخافوا برجع أنا بردكن. كل شيء شو ما نقول، إذا بقلك الضيعة وأنت شخص مهجر بده يتحرك فيك شيء، إذا بقلك خبز التنور وانت شخص عايش بالحرب امك كانت تخبز قدامك بده يتحرك فيك شيء، حيالله شغله بدك تفكر فيها بدها تتحرك. اذا بقلكن هلا يمكن ما تعني للكل، بس اذا بقلكن تيك توك، ليش ضحكتوا؟ اوكي ما انه شيء كثير منيح وما انه شيء كثير عاطل، بس ليه ضحكتوا؟ لانه هالكلمه اشتغل راسكم فيها. شو عمل بلحظه انتوا دغري ابتسمتوا؟ انا قلت كلمه انتوا ابتسمتوا، بس ليه؟ لأنه بلحظة إجا على رأسكم كل شيء بتعرفوه عن هذا الموضوع، مزبوط ولا لا؟ بس بلحظتها ما بتنتبهوا، بلحظتها جسمنا بيعمل ردة فعل، تسمنا، دمعنا، عملنا حيالله شيء. وهذا اللي عم بقلكم إياه، إذا بس بتفكروا فيه لحالكم بتشوفوا أنه نص حياتكم معلقة بهذا الموضوع، نص ردات فعلكم معلقة بهالموضوع. أي متى بيصير في خلل بحياة الإنسان؟ وأي متى منصير نحكي عن شيء اسمه عقد نفسية؟ بس نبلش نقول هذا زلمة معقد نفسياً أو مريض ما فيك تحكي معه. أي متى؟ وقت اللي هيدا اللي عم خبركن إياه، العقل والعاطفة والقلب، هيدا التواصل وقتها بيختل، ببطل مزبوط. يعني شو؟ لاحظوا مرات ما عليها اللي عم بشرح شوي لنفهم. يمكن إنسان تنعتبر مثله حدا كتير بحبه، أوكي كان شوك كتير قوي عليه وكبته، شو عمل؟ ما قدر يعمل ربط ما بين عقله وعواطفه. لو بعد 100 سنة طالما هذا الإنسان موجود بعقله وعمل له خلل بعواطفه، بتلاقوه بيبكي فجأة، بتلاقوه بيصرخ فجأة، بتلاقوه بيعمل ردة فعل، أو بيقعد بأوضته ما بيعود يحكي مع حدا لفترة. يا خي شو صار معه هذا؟ ليه ما عم يظهر؟ شو يعني قعد بأوضته سكر على حاله؟ يعني جسمه أخذ قرار إنه يروح يفتح الباب ويقعد؟ شو يعني نزل دموعه؟ شو يعني ضحك؟ شو يعني كلهم مرتبطين بهالشوك يلي أكله؟ تعا خبره ما بيتقبل، تعا قل له إنه أنت زعلان لأنه ميت لك حدا، ما بيقدر يستوعبه، لأنه صار في خلل ما بين عقله وعاطفته وما بين ردات فعله يلي عاطفته عم بتخليه إنه يعملهم. هذا كله كتير مهم، لأنه اليوم عم نحكي عن تلميذي عماوس. تلميذي عماوس انتبهتوا أنه عم بيقولوله ليسوع، خبروا القصة كلها وقالوله أنه قام من بين الأموات وخبرونا وكل شيء، وهن شو عم يعملوا؟ فلين، حملين حالهم وفلين. اللي خبرتكم إياه خلينا بس نشوفه شوي بتلميذي عماوس. هل تلميذي عماوس عاملين شوك
وعاملين خلل ما بين اللي عم بفكروا فيه وما بين قلبهم وعاطفتهم؟ أكيد. وكيف عم ببين؟ بالنص يلي قريناه. شوفوا كيف. أول شغلة هربانين. الشخص يلي عامل صدمة بحياته بيهرب منه. بيهرب. بعطيكم مثل كتير بسيط. واحد ما بيقدر يقرب على المي. ليه؟ لأنه هو صغير غرق. غرق واختنق وشلوه آخر لحظة. ما بيعود يقرب على المي. فإذا شوفي في هروب من شغلة أنا ماني متصالح معها. وعقلي عم بيقلي، أو بالأحرى عقلي ما عم بيقلي لأنه أنا ماني مركز على عقلي شو عم يشتغل. عاطفتي عم بتقلي هروب، بعد، ابكي، خاف، زيح، ميل، طاع. بصير هيك، بصير أعمل حركات، بتحرك، بروح، بيجي، بطلع، بنزل. بس أنا ماني عارف ليه، ماني عارف ليه، لأنه مش عم بقدر استوعب عقلي شو عم بيقلي. فإذا شو عاملين؟ هربانين من الواقع. خبرون المسيح قام، حملوا حيلهم ورايحين على منطقة تانية، على قرية تانية تبعد 7 أميال عن أورشليم. 2، هودي علامات على الخلل اللي خبرتكم عنه. يتحدثان كل الطريق، كل الطريق عم يحكوا. وأكثر من هيك، بس إجا يسوع قال لهم، شوفي تخيلوا كل الطريق عن شو عم يحكوا. يتحدثان في كل الأمور التي حصلت. بس لما سألهم يسوع شو صار، شو عملوا، رجعوا عادوا كل الأخبار. بصير الإنسان يكرر حاله، بصير يعيد نفس الأخبار وكأنه مش عم يطلع منه. إيه ما بتعرف عن يسوع الناصري؟ كان رجل قوي، كان بالفعل وقدام الناس والله أسلمه وأحبارنا اللي يحكم عليه بالموت صلبوه. نحن كنا مفكرين إنه هو اللي بده يعمل يفدي إسرائيل. ومع هيدا كله تالت يوم اليوم بيجوا بيقولولنا إنه قام من بين الأموات، وقال نسوان راحوا وشافوا، ورجعنا رحنا نحن على القبر ولقيناه فاضي وجسد يسوع ما لقيناه، ورجعوا شافوا ملاك وقال لهم يا عمي إنه يسوع منه موجود هون. وشو رايحين عم تعملوا؟ وينكم فلين؟ شو فيه؟ شو بكن؟ وقفا عبسين هيك زعلانين. بيجي حدا رابع بخبروه نفس القصة، بيجي حدا سادس نفس القصة. فإذا منصير نعيد نعيد نعيد. ريت شغلة كتير مهضومة بكتاب جبران خليل جبران، كتاب النبي، بيقولوا له خبرنا عن ها وعن ها وعن ها، بيقولوا له خبرنا عن الحديث عن الكلام. تعرفوا شو بيقول لهم؟ بيقول لهم الكلام هو هروب من قلق عم بعيشه الفكر. شو بيعمل الإنسان؟ بصير يحكي، ولما يصير يحكي بصير يلتهي بالصوت وما بيعود يعرف عن شو أصلا عم بيحكي. تبقوا كتير مهمة هيدا. كترة الحكي هي نوع كمان من الهروب من الواقع يلي مش قادرين نستوعبه بالفكر. يعني ما تفكروا لما الإنسان تقعدوا معه يصير يخبركم شو صار معه من هو صغير، شو صار معه مع هذا الإنسان اللي بحبه اللي مات، شو صار معه بالشغل. بعد لكم إياها مليار مرة، لأنه ما عم بفكر فيها، عواطفه بس عم بتحرك تمه تيحكي ويلتهي عن هذا الموضوع يلي زعجه. فإذا أول شغلة منهرب من الواقع، تاني شغلة منصير نحكي 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 بس تنفش خلقنا. تالت شغلة، في كتير بس أنا رح أقول بس 3 انطلاقا من الإنجيل. بيجي يسوع بيقول لهم لما، ما هذا الكلام الذي تتحدثان به؟ عن شو عم تحكوا؟ وأنتما تسيران وقفا عابسين. وبيقول له واحد أنت بس غريب عن أورشليم، ما بتعرف شو صار فيها؟ هذا شو عم يعمل؟ عم بيتلأمن بطريقة غير مباشرة، عم يعمل ردة فعل. بس عشو؟ عيسوع لأنه سأل سؤال؟ لا، على مشكلته العاطفية يلي مش قادر يتحملها. ليه بدك تعمل ردة فعل؟ ليه بدك تعمل ردة فعل على الموضوع اللي عم تنسأل عنه؟ لأنك أنت مش قادر تحمله، لأنه صعب عليك، موضوع تقيل، عمل لك صدمة مش قادر تستوعبه، بتعمل ردات فعل. من هيك نحن بحياتنا بنعمل ردات فعل. بيعلى صوتنا مرات، منعيط على اولادنا، منطبش باب، منعيط على ناس على الطريق نحن وعم نسوق. مش الحق على الناس على طول، مش الحق على اولادنا على طول، مش الحق على اللي حوالينا على طول. مرات كتير الحق على الخلل ما بين نحن شو عايشين وشو عم نفكر بهالدنيا ومش واعيين عليه، ما بين قلبنا وعاطفتنا يلي عم بتقلنا اعملوا، اضحكوا، بكوا، اركضوا، صرخوا، نحن ما معنا خبر، ماشيين.
ما عم نفكر. بيجي يسوع حتى يعمل الشفاء. وشوفوا الشفاء من وين ببلش. يسوع واعي على هيدا المرض النفسي يلي عم بيعيشوه، هالصدمة اللي عايشينه، وبيمشي معنا مسيرة. من هيك نحن كمان بحاجة للشفاء. على فكرة الصلاة، ليش الصلاة كمان بتساعدنا انه ننشفى؟ لانه الصلاة هي جزء من الحديث يلي كانوا عم بيحكوه، بيعبر عن شو في داخلنا. شوفوا يسوع شو بيقوله. اول شغلة، امسكت عيناهما عن رؤيته. شو يعني امسكت؟ يعني تخيلوا انتو يسوع يلي عاشوا معه مدري قد ايه ولحقوه والدنيا كلها، وبالنسبه لهم هو خلاص مشي معهم، ما عرفوه. مش لانه هن ما بيعرفوه، مش لانه ما بدهم يعرفوه، لانه يسوع ما سمح انهم يعرفوه. ليه؟ هذا سؤال كتير مهم. ليش ما بده يسمح لهم يسوع انهم يعرفوه؟ ليش خلى عيونهم مغبشة عن اللقاء معه؟ لأنه ما بده يزيد، تبهوا، ما بده يزيد خلل عاطفي فوق الخلل العاطفي يلي عايشينه. شو يعني؟ يعني هن هربانين وعم بيحكوا وزعلانين، كله عواطف عم تتحرك فيهم، عاملين صدمة وما عم بفكروا براسهم. اجوا وصلوا لقدام يسوع، إذا هو بيظهر قدامهم شو بيعملوا؟ صدمة فوق صدمة، بيعملوا عاطفة فوق عاطفة. رح يقولوا فعلا يسوع حي، يسوع عايش، قوم نروح نخبر، وبيركضوا يخبروا. بس هذا ما بينفع، بعضهم عواطف، العقل ما عم يشتغل. مثل ما كل الصدمة اللي عاشوها هي عاطفة، كمان التفكير تبعهم بيسوع لما هو يظهر قدامهم رح يكون عاطفة بس، ما رح يكون حقيقة. رح يكون عندهم ردات فعل غير واعية، يعني ما عم بفكروا. ردة فعل كمان انه المسيح قام، ظهر قدامنا. نفس الشيء نحن منعيشه اليوم بحياتنا، نفس الشيء بيصير معهم عجيبة. في كتار ناس صاير معهم عجيب بحياتهم، وانا اذا في حدا عم بيسمع وصاير معه عجيب يرجع يعمل فحص ضمير قديش بعده قريب من يسوع. لانه اشخاص كتير بعرفهم صار معهم عجيب، لمس اليد عاطفيا، رجعوا على الكنيسة ويصلوا ويعملوا ويشاركوا. أشهر أو سنة قولوا بطلوا يدعسوا بالكنيسة. عم تنتبهوا الفرق ما بين العاطفة وما بين أني أوعى عشو عم بصير؟ عاطفتي بتخدني على الكنيسة، عاطفتي بتخليني صلي مسبحتي وإبكي، عاطفتي بتخليني كذا كذا كذا، وأنا مش واقع عشي. بلحظة بزت يسوع بفل، مثل كأنه ظهر عليهم قال لهم هذا أنا. تاني شغلة عملها يسوع، بتعرفوا أنتوا بس يكون واحد مريض إذا بيروح عند علم نفساني شو بيعمل العلم النفساني معه؟ بيقول له عود شو بك؟ مزبوط؟ أول شغلة، إذا ما فتح تمه ما حكي بيقدر يعالجه؟ ولا ممكن. إذا ما ظهر شو فيه بقلبه ما بيقدر الله يحط فينا شيء جديد من دل بشيء الهربانين منه. يسوع كتير واعي على ضعفنا، بيقرب لحدهم وبيقول لهم شو بكن؟ بيقولوا له ولو انت ما بتعرف شو فيه، بيقول لهم شو صار؟ كأن يسوع منه عارف. ليه؟ لأنه بده انه يظهروا كل الألم والصدمة يلي عشوها، ظهروها، خبروني شو بتعرفوا، قالوا لي كيف عم بتفكروا، كيف عم بتحسوا، شو عواطفكن، ظهروا كل شيء. وهيدي بقلنا إياها بالصلاة، تعالوا إلي أيها المتعبين والمثقلين بالأحمال وأنا أريحكم. منشان هيك منفوت مرات على الكنيسة ما بيكون في حدا، منقعد بالزاوية منبكي منبكي ومنخبره ليسوع شو عم نحس. بقلنا ايه قولوا قولوا ظهروا، وبتظهر مرتاح لأنه روح الله بفوت مطرح هالمشكلة يلي انت خبرتها، وبيوعي عقلك، وبتظهر مرات معك أجوبة على أمور ما صار لك مدري قديه ناطر لحتى يجيك جواب وما عم يجيك جواب. خبروني، ظهروا شو في عندكم. تالت شغلة بيعملها وهي أهم شغلة، خلصوا حديث، خلصوا كل شيء، بقول لهم أهم جملة، يا عدمي الفهم. وين أخذنا هلأ؟ بعد كل العاطفة اللي حطيناها قدامه شو عمل؟ طلع على العقل.
ولك خبرتوني كل شيء وبعد مش عم بتفكروا. هربانين من أورشليم لأنه ما عم بتفكروا. عم تحكوا بالموضوع وتعدوه لأنه ما عم بتفكروا. يا عدمي الفهم، وأكتر من هيك وهالأهم، بطيئي القلب في الإيمان بكل ما تكلم به الأنبياء. أما كان يجب على المسيح أن يعاني تلك الألام ثم يدخل في مجده؟ ولك ما قريتوها؟ ما فكرتوا فيها؟ بس نحن لما منكون عاطفيا مخلخلين ما حدا بيقدر يحكينا منطق. ما فيك تجي تحكي منطق مع إنسان مخلخل عاطفيا. تعوا جربوها، جربوا. منكون بدفن، بعيد الشر عنكم جميعا. ليش عم بعطي هاو؟ لأنه هاو دي ما في حدا منا إلا ما مختبرها. ما بدي أعطي أمثلة ضيقة يمكن حدا يفهمها حدا لا. هاو واضحين. لما نبلش نصرخ ونلبد على التابوت، لما نصير نقول له للميت قوم وكأنه عن جد بده يقوم. تقستك؟ عم بمزح حبيب، خلص رجعني. لما منصير نصرخ وننتف بحالنا ونشبق، تعال عند هذا الشخص قل له احكي بمنطق بعقل، قل له نحن هلا مات هذا الانسان، بطل موجود، هلا بدنا ناخده على المدافن، نحن بدنا نرجع على البيت، ما رح بقى تلاقيه بالبيت. رح يستوعب ولا ممكن؟ شو اللي عم يتحرك فيه؟ عاطفته، بس عاطفته. ما فيك تحكي. اي متى بتقدر تحكي؟ بعد فتره، من بعد ما يرجع يخبرك كل شيء، يقول لك ما بنسى كيف كنت اقعد انا وياه، ما بنسى كيف كان يفوت من هون، انا بعدني وقت اللي صار معي هالحدث هو الوحيد اللي كان حدي. بخبرك كل شيء عنه، بصير يظهر 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 عاطفته كل اللي مش عم بتفكر. واذ بوب بيوعى، بصير يشتغل العقل وبصير مستوعب كل الموضوع وبصير مؤمن بانه هذا الانسان ما مات، هذا الانسان حي بيسوع. لانه بلش يقدر يشغل راسه بلحظتها، بينسى كل الايمان، بينسى كل شيء ايمان. وينك يا الله؟ ما في حياه، ما في ايمان. وكيف ما في حياه؟ ما احنا كلنا بدنا نموت، ما بنعود نستوعب. عمل يسوع هيدي العمليه معهم، ظهر لهم عاطفتهم كلها، فشوا خلقهم، قالوا كل شيء، وقال لهم يا جماعه الايمان مش بالعاطفه، الايمان بالعقل والقلب متصلين مع بعضهم. إذا ما تحولت عاطفتنا ليسوع لفكر، ما فينا نقول نحن مؤمنين، ما فينا، نكون عم نضحك على حالنا. إجا يسوع رجع شرح لهم الكتب مبتدئا بموسى. لك من وين بلش لهم؟ شرح لهم كل شيء. من بعد ما فسر لهم كل الكتب، من بعد ما شغل لهم عقلهم، شو عملوا هن هو عم بفسر لهم وماشيين؟ صاروا يربطوا مشكلتهم النفسية، عاطفتهم يلي عاملين شوك، موت يسوع على الصليب، القبر الفارغ، هول مش فاهمينهم، صاروا يفكروا، لأنه بلشوا يشتغلوا إنه إيه؟ ما الأنبياء قالوا، أشعيا قال، هيدا كله مزبوط، الكتب يلي نحن عم نقريها مزبوطة، تحققت بيسوع المسيح، القيامة شيء حقيقي. وإذ حل الظلام، عتمت الدنيا، قربوا رح يوصلوا، قال لهم يسوع أنا رايح أبعد، أبعد يعني المحل اللي وصلتوا له أنا بعد رايح أبعد منه. شو يعني؟ تبهوا لهيدي الشغلة. يا ما مندرس نحن لاهوت وفلسفة ومنقرأ كتب، شايفين كل العلم يلي منتعلمه بعده فشخة مع يسوع على طريق عماوس، فشخة. قال لهم يسوع أنا بعد رايح أبعد، تلقطوا فيه، قالوا له بشرفك خليك معنا، مال النهار، راح الضوء، راح كلامك، راح التفسير، وحل الظلام. شو يعني؟ يعني بدهم يرجعوا لحالتهم اللي كانوا فيها. ده اللي عم تحكينا بشرفك، تعا خبرنا بعد، قلنا بعد، اوعى تفل. كانوا معودين من زمان انه اذا حدا غريب ما بيعرفوه ما بيخلوه انه يكفي طريقه بالليل، بيقولوا له تفضل، بيسكن عندهم بالبيت. تلقطوا فيه، قالوا له خليك معنا، امكث معنا. هون يسوع راح يروح للمحل الأبعد، أبعد من بس إني فكر وإفهم. قعد معهم. تبهوا يا جماعة، هيدا كل إيماننا بيسوع، هيدا كل الحقيقة وكل الحب. مسك الخبز وكسر الخبز وبارك وعطيهم. بهيدي اللحظة، بهيدي اللحظة اشعوا، اشعوا
وبس قشعه اختفى يسوع. ليه؟ ليه اختفى؟ منصير نسأل ليش عم بصيروا هالأحداث؟ قصة حلوة؟ لا مش قصة، هيدا حقيقة، هيدا حقيقة. منفكر ومنقرأ ومننبش عن يسوع كتير منيح، ولكن إلا ما يجي الإيمان الحقيقي يلي مناخده من جسده ودمه بسر الإفخارستية لن نرى الحقيقة. بس كسر الخبز، بس رجعوا شافوا موته وحبه على الصليب، بس رجعوا شافوا دمه، شافوا سهرة العشاء السر كلها، رجع كل شيء انتعش فيهم، اختفى يسوع. بس شو بقى؟ الإيمان. ما بقى في شيء يهزلك إيمانك، ما بقى في شيء يحركهم. ساعتها بيقولوا لبعض، ما كان قلبنا عم بدق كل الطريق؟ أما كان قلبنا عم بدق دق كل الطريق نحن وماشيين؟ شو يعني؟ يعني يسوع عم بخبرهم وهن مبسوطين، ما تفل، خليك معنا، اوكي رح ابقى معكم. كسر الخبز، شافوا الحقيقه كلها، اختفى يسوع. شو بعد بدكم؟ الحقيقه باقي معكم، الحقيقه ما رح تفل. انا معكم بالايمان. اكبر علامه على شفائهم، اكبر علامه انه بطلوا عم يعملوا رده فعل مزبوط، رجعوا. بس هالمرة ما رجعوا بردة فعل عاطفية، رجعوا بوعي. بيقول وفي تلك الساعة عينها، ما بقى في تأخير ولا أخبار ولا تحليل. رجعا إلى أورشليم، إلى مدينة السلام، رجعوا على المحل يلي كل السلام موجود فيه. شافوا التلاميذ عم بيقولوا حقا ان الرب قام وتراءى لسمعان. هنيك بعضهم عم بيخبروا انه هداك شافوا، هي شافوا، هي شافوا. هودي صاروا حاملينه بعين الايمان، شافوه يكسر الخبز يلي التقوا فيه معه بسر بخميس الاسرار. كيف عرفا؟ فحدثا، هن خبروا كيف عرفا يسوع عند كسر الخبز. لكن بطلوا عم بخبروا انه شفنا يسوع وحطينا اصبعنا بجرحه والتقينا فيه هون وظهر مثل الملاك والبرق. عرفناه عند كسر الخبز، يعني عرفناه بقلب الحب الحقيقي اللي بيعطيه الله. هنيك اكتشفنا ذاتنا. هنيك شو عمل يسوع؟ ربط العقل بالقلب والعاطفة، عمل طريق تواصل. هيدي الطريق بس صار الحب واضح، مش مجموعة عواطف، بس صار حبنا هالقد واضح مع يسوع، هالقد انتعشوا بحب يسوع، صارت العواطف مرتبطة بشخص منحبه بوعي، مش بلا وعي، بوعي. هي كتير مهمة. بس صار الحب إيمان واعي وفاهم لكل شيء عم بصير، بس صار الحب قدامهم وعيه شو كان عم بصير، بس صار الحب قدامهم أخذ مطرحه بالقلب وبالعقل وبالعاطفة مع بعضهم، وصار في شيء اسمه الإيمان. بس صار الحب موجود، صار في علاقة شخصية مع يسوع، شخصية. واختفى يسوع لأنه رح يبقى بقلوبهم. رجعوا بس هالمرة ما رجعوا بردة فعل، هالمرة رجعوا بفعل. يعني ما رجعوا مرضى نفسيين، رجعوا بشريين منتليين من إنسانيتهم وواعيين على كل القصص اللي صلحها يسوع بحياتهم. نحن اليوم يسوع حدنا، حدنا مش قشعينه. مرات بيحكينا بالناس يلي منلتقي فيها وما منقشعه. أمسكت أعيننا، اللي بآمن صدقوني بتصيروا تقدروا تقروا يسوع بكل حدث بيصير بحياتكم، بكل حدث، لأنه مش عايشين بدون تفكير، عايشين بقلب التفكير وبقلب القلب. ذبيحة يسوع هلأ يلي نحن عم نعيشها، إذا ما فتحت لنا عيوننا على حب الله، لو بده يحكينا ويدق بابنا مليار مرة بالنهار ما منقشعه، لأنه مختلين بعواطفنا وعايشين بدون ما نعرف شو عم نفكر. شفتوا كيف بيشفينا يسوع؟ يا ريت قادرين نستوعب كيف بيشتغل يسوع، يا ريت.
أنا بصلي ومعكم، وأنا أكيد أنه منكم كتير أشخاص عم بيتغير بحياتهم كتير أشياء. صلوا وافهموا وحطوا كل شيء بين إيدين الرب وشوفوا بس ينوصل العقل. هذا بريز الكهرباء المفصول يلي عم بشرقت لحاله، بتحسوا حالكم مخلخلين عاطفيا، بس ترجعوا توصلوا تشكوهم بعض والعقل والقلب ياخدوا مطرحهم، تفهموا قديش أنتم مؤمنين وثابتين بيسوع. ما بقى في شيء بالدنيا كلها بخوفكم، ما بقى في شيء تخافوا منه. بيرجع، بنرجع على أورشليم ولو بدنا نموت، هن كانوا خيفانين، ولو بدنا نموت، لأنه واعيين على الحقيقة. مش واحد بيعمل لي بإيده هيك بخاف، واحد بيعمل لي هيك بنقز، لا، ثابت أنا بيسوع وماشي للآخر. رح وقف ورح قلكن يسوع أقوى أقوى محلل نفساني لإلنا، يسوع أقوى طبيب لإلنا، يسوع أقوى معلم لإلنا، ويسوع أعظم خي، وانتبهوا على هالكلمة، أعظم أم لإلنا. أعظم أم تمشي معنا بتغمرنا. خبروني شو بكن، روقوا وبتخبرنا كيف نعرف نرجع ناخد قراراتنا بالحياة، وبتتركنا نمشي هي وقلبها مرفقنا. وكل ما يصير معنا شيء قلب الأم بحس هيدا يسوع.